ولكن يفقد المحاولة، ترجع الكرة من جديد لمصلحة الفريق الأهلي عن طريق أوراني جرين، يمررها باتجاه خالد الدرسي. خالد، يا سلام الأسيست، يا سلام التسجيل، رائعة هذه الجملة، رائعة جدا، تمريرة خلفية والأروع كانت عن طريق اللاعب خالد الدرسي. وهذه محاولة ولكن ضاعت المحاولة على فريق الاتحاد. ثلاثية محمد زايد، كريك ويندر ينقل كرة باتجاه خالد الدرسي، مموف في مرة أولى ويصوب، يا السلام يا السلام، ما فيش كلام، رائع جدا، رائع المحاولة. والجميل في هذه الرمية الثلاثية هو التمويه اللي قام به وأبعد به اللاعب خالد الدرسي، رائع جدا خالد. من 6 نقاط الفارق، خطأ لمصلحة فريق الاتحاد. شاهدوا لقطة الإعادة، شوف لاعب تمويه، شوف يعني أبعد اللاعب بتمويه ممتاز اللاعب خالد الدرسي. يقول بأن الخطأ على محمود سعيد، الخطأ الثاني اللي تم احتسابه على اللاعب محمود سعيد. يمرر باتجاه محمد كويدير، حاول الدخول، يدخل، يمر، يموه، يسجل، الله 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 الله، رائع رائع اللاعب محمد. إلى صانع الألعاب كريك ويندر، خالد الدرسي يصوب ولكن يفقدها، ترجع الكرة من جديد، راندول من أعلى نقطة يخطفها من جرين، جرين يسجل، يسجل جرين، يسجل أوراني جرين، أوراني جرين. أبناء الحاج عبد الرزاق عبدو قدموا جهودا كبيرة سواء للمنتخبات الليبية أو لكرة الرمية الثلاثية اللي كانت متميزة جدا. كريك ويندر الآن ينقل كرة، وتوري كوكس يصوب ويسجل، الله 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 الله، رائع ولا أروع المحاولة عن طريق نيجرين. يترك الكرة إلى كريك ويندر، أمريكيان في صفوف فريق الأهلي. كريك حاول التقدم، يمر باتجاه زين، توري كوكس يصوب ثلاثي، يصوب ثلاثي ويسجل، ما فيش حلول، مش ممكن أمام توري كوكس، مش ممكن. عن 65 الفارق تقلص إلى 7 نقاط بعد أن كان 10 نقاط، يحاول فريق الاتحاد تقليص الفارق، الأهلي يحاول تعزيز التقدم والتفوق. وهذه محاولة من كريغ، كريغ كريغ يسجل، يسجل كريغ، كريغ ويندر يسجل، ولكن سرعان ما عاد إلى 9 نقاط. والتسجيل، التسجيل في هذه اللقطة، التسجيل مرة أخرى لمصلحة فريق الأهلي. إذا إلى 11 نقطة الآن. عبد العزيز عبدو يحاول المرور، يرسل كرة باتجاه راندول، يصوب راندول يفقدها، متابعة دفاعية من أوراني جرين، فاست بريك الآن والمحاولة، ويا سلام يا سلام، والله رائع يا زين، رائع جدا يا زين، رغم حجمه القليل وقصر قامته. من الربع الثالث والدقائق الماضية من الربع الرابع، كان في خطأ على لمصلحة توري كوكس الآن، يخطف الكرة وجدي عمران ولكن ستيل يقوم به اللاعب زين، زين الآن أسيست إلى توري، يا سلام أورين، يا سلام المحاولة، ويا سلام سلم، يا سلام كريغ ويندر يختم 74-61. تسجيل رائع جدا. هذه محاولة الآن للاتحاد، يفتك الكرة اللاعب زين العابدين، ينقلها إلى كريغ، كريغ يا سلام، الله 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 الله، ولا أروع المحاولة، ولا أروع الأسيست، ولا أروع الإسلام دنك، بماذا أقول وبماذا أعبر، لقطة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. شوف 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 شوف، الله 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 الله، توري كوكس، توري كوكس، لقطات رائعة، رائعة جدا في هذه المباراة الرائعة بين الكبيرين الاتحاد والأهلي. نقل الكرة باتجاه توري كوكس الآن، توري كوكس، توري كوكس، كوكس كوكس، الله 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 الله، ما هذا، رائع جدا اللاعب توري كوكس اليوم، شوف 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 شوف، يا سلام يا سلام. لهذا الجمهور الكبير اللي يحضر ويتابع واللي يستمتع بهذه الإبداعات الرائعة من اللاعبين. هذه محاولة من كريغ، يا سلام يا سلام، مسك الختام، ولا أروع ولا أروع، يعني ما فيش حد خير من حد. كريغ ويندر حتى أنا قادر قال إني نسجل بطريقة الإسلام دنك، وإليكم هذه الهدية. مضت بسرعة هذه المباراة الرائعة حقيقة، شوف شوف، يا سلام.
أيضا أتمنى أن أكون قد نسيت أحد، ولكن أتمنى أن تكون جميع الفرق قوية حتى نستمتع بدوري قوي. وهذه محاولة من سكوت فانيكتون يسجل في قبل آخر 6 ثواني. تمرير الكرة الآن والمحاولة والتسجيل يتم عن طريق اللاعب عوض العبيدي. عوض العبيدي يضع سلة في آخر النفس. إذا مشاهدينا الكرام، على وقع هذا الجمهور الرائع والكبير، وعلى وقع هذه المباراة الممتعة والكبيرة بين الكبيرين الأهلي والاتحاد، نودعكم. انتهت المباراة لمصلحة الفريق الأهلي ب 85-73. حتى نلقاكم في المباراة الرياضية القادمة، لكم تحيات معلقكم علي العبار وطاقم العمل بقناة ليبيا الرياضية. وأترك الكلمة الآن إلى الزميل بدر فركاش، لك الكلمة بدر. أنت كذلك زميل، وأنت كذلك زميل علي، تستمد روعتك من روعة هذا الجمهور الرائع